أخذت عمرة من جدة، وبعد أسبوع من جلوسي في مكة فكرت في أخذ عمرة عن والدي المتوفى وذلك من مكة، فما حكم ذلك؟ تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة، ولكن تأتي بعمرة عن اللي تريد، ولكن ما هو بأحسن، الأحسن أنك تبقى في مكة، وإذا جيت مرة ثانية من جدة تأخذ عمرة لمن تريد، إذا جيت مرة ثانية داخل إلى مكة تأخذ عمرة لمن تريد، أما أنك تخرج من مكة تجيب عمرة هذا غير مستحسن. نعم.